مسلمين، لا أتحدث عن الآخرين، لهم دينهم ولنا ديننا. نحن نتحدث بما أننا شعب مسلم، ولو فيه انحرافات، ولو فيه أخطاء، ولو فيه خروج عن الجادة، لكن يبقى هذا الشعب في عمومه شعب مسلم وهو الأغلبية. فلا يجوز لنا أن نعطي للدين مفهوما غير المفهوم الذي أراده الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، في الآخرة من الخاسرين. لكن قد يكون له دنيا، في الدنيا له دين يعيش به ويحترم. أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، والشريعة الإسلامية بيّنت لنا هذه الأحكام. ونحن نطرح السؤال ونقول: هل الإسلام عبادات فردية وانتهى؟ هل الإسلام محصور فقط في هذه العبادات، وأن الفرائض فقط هي الخمسة؟ بني الإسلام على خمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي ركائز الإسلام خمسة. ولكن أي إنسان الركائز ليبني عليها مكملات البناء، تجعل الأسس ثم بعد ذلك تبني. إذن فلا بد علينا أن نعرف. ففي نفس سورة البقرة نجد كتب أربع مرات: مرة كتب عليكم في القصص، وهذا حكم الذين يقتلون النفس بغير وجه حق عمدا، نتحدث عن القتل الخطأ والشبه العمد، هذا أحكام، وقتل التأويل هذا عنده أحكام أخرى، وأيضا تقسيم الميراث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أيضا كتب. وكتب عليكم القصاص في القتلى، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب عليكم الصيام. فما الذي جعل كتب عليكم الصيام؟ تشرح لأنها عبادة فردية، ونسكت على العبادات الأخرى التي هي سبب الجرائم المتزايدة وسبب الخصومات في تقسيم الميراث. يموت الأب أو تموت الأم ويترك تركة، يتخاصم الأولاد ويتقاتلون ويمنع هذا حق هذا، ولا يجد إنصافا، وتتعطل المصالح، وربما وصل إلى القتل، فيقول هذا حق كذا والآخر حق كذا والآخر حق كذا، وتصبح يعني السجون مليئة بالذين تقاتلوا من أجل الميراث، والسجون مليئة بالمجرمين الذين قتلوا عمدا وعن سبق إسراد وترصد ولم يقتلوا، لأن الإرادة الدولية كما قالها الرئيس المعين قال لهم: السمع والطاعة للأمم المتحدة. ربي قال في القرآن الكريم: السمع والطاعة للأمم المتحدة. والصيام شهر في السنة، بينما هنالك فرائض أخرى فيها سلامة المجتمع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا القضائية في فصل الخصومات بين الناس. لما تقول لك هذا خطف طفلة وقتلوها أو طفل وقتلوه، أنعم القصاص، تقول له لا، الأمم المتحدة والقوانين الدولية والشرعية الدولية. من وضع الشرعية الدولية هذه؟ أي إذن فنحن عندما نتحدث، لأن في كل عام الآن يعني لو فتحت القنوات فإنك ستجد كلهم يترقبون هلال رمضان ويأتون بالآيات ويأتون بالأحاديث، ولكن الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم و و و وفيه مخالفات، لي مش أخالف عندما تكون المسألة خلافية لا بأس، أما عندما تكون قواطع الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة فالأمر. نحن أصبحنا نرى الآن
قنوات تأتي بأناس يتحدثون عن القرآن كأنه نص أدبي فيه بلاغة، ولا يتحدثون عن القرآن الكريم نص إلهي معجز، وليس معجزا في اللغة وإنما معجز في أحكامه، معجز في تشريعه، معجز في معرفة النفس البشرية، معجز في الأخبار التي سبقت والأخبار التي ستأتي، هذه كلها. لأن الإعجاز ليس مقصورا كما يقول كثير من العلماء أنه فقط في اللغة، لا، هذا نوع من الإعجاز، لكن هناك إعجاز نفسي، إعجاز عقلي، إعجاز تاريخي، إعجاز تشريعي، إعجاز سياسي، إعجاز اقتصادي، إعجاز وهذه كلها موجودة في القرآن الكريم. أصبحوا يتناولون القرآن الكريم الذي قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل من عند الله عز وجل، يتناولونه كأنه نص أدبي وأنه ليس بمعجزة. ويسمح لهم على الأقل إذا جئت بهؤلاء الناس الذين يتحدثون هذا الحديث ائتي بغيرهم من العلماء يناقشونهم، يقولون لهم ماذا تقولون، أنتم مسلمون أو غير مسلمين؟ هذا هو السؤال. أنت مسلم؟ عندما يقولها مستشرق لا بأس، مستشرق لا يؤمن بالقرآن الكريم، يتحدث القرآن الكريم ويتحدث عن النظرة التفكيكية والنظرة البنيوية والنظرة كذا والنظرة الاستبرولوجية وإلى آخره، هذا يتكلم في القرآن. لكن نحن مسلمون، نحن مسلمون، هذا وحي وليس تراث. الذين فسروه والذين شرحوه قد يصيبوا قناة وقد يخطئوا، وقد يؤولون تأويلا مقبولا وقد يؤولون تأويلا بعيدا، هذه مسألة أخرى. أما أن يفسح لهؤلاء في القنوات وفي الفضائيات وأن يتحدثوا في القرآن الكريم ويمنع أهل العلم أو أهل الرأي المخالف من أن يدلوا بحججهم، ما معنى؟ إذن هنالك إرادة دولية إلى تدجين الإسلام وإلى مفهوم الدين ينبغي أن يكون له مفهوم كنسي، وهذا رأيناها نحن. عندما تقول له، عندما كانوا يلقون علينا القبض ويسألوننا نقول له هذا قال الله قال الرسول، قلت يا ودي في القانون ماشي هذاك. إذن هذا فصل الدين عن الدولة، مفهوم الدين، مفهوم الإسلام دين الدولة مقصود فيها صلي على روحك، حب ما تصليش ما تصليش، حب تصوم صوم، حب ما تصومش ما تصومش، حب تزكي زكي، حبي ما تزكيش ما تزكيش، وهكذا، حب تحج حج، حب ما تحجش ما تحجش، هذه حريات فردية. هذه تقال في مجتمع علماني فاصل الدين عن الدولة، في مجتمع يهودي أو نصراني أو كذا أو كذا. أما في مجتمع مسلم تبين أن الدين هذا، ولذلك ربما أطلت في هذه المسألة، لأن الآن حتى رمضان الآن ما بقاش رمضان القرآن، هنالك حفلات وهنالك أفلام وهنالك مسلسلات وهنالك أشياء كثيرة كلها تصرف الناس عن القرآن وعن فهم القرآن وعن تدبر القرآن وعن تحكيم القرآن، تصرفهم عن ذلك كأن يعني فترة. نعم نحن نتحدث على رمضان وعلى أحوال الناس فيه، نحن كنا ونحن صغار رمضان نحس به مسيرة شهر، وكان للناس الكبار الرجال والنساء عناية فائقة برمضان، تشم الريحة نتاعو قبل ما تجي، اليوم ما تشمش الريحة نتاعو، الناس كلها يعني غلاء المعيشة، غلاء الأسعار، الآباء لا يستطيعون، الناس يعني لا تقدر على أن يكون رمضان عادي، والناس كلها يعني في حيرة من أمرها. لكن كيف صام النبي رمضان صلى الله عليه وسلم؟ كيف صام الصحابة رمضان؟ هؤلاء هم القدوة، وكيف نسدد ونقارب؟
لأن جيلنا نحن ليس جيل اليوم، مطالبنا نحن غير مطالب الجيل اليوم. نحن تعلمنا القناعة، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، ما لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا برمتها الراحة منها بغير القطن والكفن. وقبل هذا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم لا. والشعب الجزائري مثلا، عدد الأطفال اللي في المدارس الابتدائية كم عددهم؟ 4 ملايين. اللي في المتوسط 1.5 مليون. اللي في الثانوي أيضا 1 مليون. هؤلاء يأكلون ويشربون ويلبسون، واليوم زيد لهم بورتابل وتزيد تدير له ما نعرفوهاش كذا، ولكن رغم ذلك إذا هذه طاقات معطلة، تأكل وتشرب وتلبس و و و وتطلب ما يثقل كاهل حتى الآباء والأمهات، فضلا على المرضى الذين، فضلا على الشيوخ العجزة، فضلا على الناس اللي راه في السجون بالآلاف المؤلفة، فضلا على الذين هم المعطوبين لا يستطيعون. المعوقين عندنا في الجزائر قرابة 5 ملايين معاق بمختلف الإعاقات، سواء الذي لا الذي لا يبصر، أو الذي لا يستطيع أن يمشي، أو الإعاقات بدرجاتها. إذن ما الذي يستطيع الإنسان فيه؟ إذن رمضان هو أصلا شهر الصيام، وشهر العبادة، وشهر الأخلاق. واحد يصوم ويسب، يصوم ويخون الأمانة، يصوم ويكذب، إيه وش من صيام هذا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة في الله أن يترك طعامه وشرابه، كما قال عليه الصلاة والسلام. يصوم ويغتاب الناس، ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك ابن حزم الأندلسي في أحد فرائده أنه رأى بأن الذي يغتاب صيامه باطل، لأنه يأكل. ولا يغتاب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ سماه أكل لأنه من الظاهرية. واحد يسب. ولذلك في رمضان عندنا سلوك تختلف، فإن شتمه أحد أو سابه فيقول إني صائم، لا لأنه غير قادر على أن يرد، لا، ولكنه هذا شهر له خصائصه، له مميزاته، له روحانيته الخاصة. لكن إلف الناس وأعراف الناس هي التي جعلت من رمضان، جعلت رمضان غير الذي نعرفه ونحن صغار. اليوم لا تستطيع أن تقول رمضاني صوم فقط، لا أكثر ولا أقل. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه عنده قوت يومه. كان كل واحد منهم لا يقضي 3 أيام 4 أيام شهر، لا لا، يقضي كل يوم، يقضي إذا وسع الله عليه، وسع على نفسه وأهله وأصدقائه وأقاربه، وإذا ضيق الله عليه يمشي أيضا على حسب كذا. لماذا؟ لأنهم لا يتطلعون للغد، إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمس لا ينتظر الصباح، فلماذا يدخر؟ وإن كان العلماء يقول يجوز الادخار. إذن لابد. ولذلك اليوم لن أخوض معكم في فقه رمضان وفي فقه أحكامه، هذا سوف يتولاه إن شاء الله علماء أكثر منا علما وأكثر دقة منا، ويشرحون التفاصيل، والمريض والشيخ العجوز
والمرض المزمن والمرض غير المزمن، وكيف يقضي رمضان، ومن دخل عليه رمضان ولم يقضي رمضان، واللي عنده الضيقة، هذه كلها هذه يسمحون لك أن تشرحها صباحا ومساء. أما أن تعتلي المنبر وتتحدث على أن هنالك من يقتلون في الجزائر، يعني من الأطفال والرجال والنساء بطريقة بشعة، يجب علينا أن نقيم عليهم حد الله الذي قال كتب عليكم القصاص، هذا يقول لك أنت يا متطرف وأنت إرهابي وهذا مش دين وما كاش لك ذا. إحنا أمة مسلمة،